النهارده هنتكلم عن محلول اللي اسمه كابافن، هنتكلم عن استخداماته وبنحضره ازاي وازاي بنديه للمريض. السموث كابافن من المحاليل اللي بتبقى متقسمه 3 او بيتقال عليها 3 تشامبر باك، والمحلول ده بنستخدمه في التي بي ان او التوتال بارنترال نيتريشن او التغذيه المركزيه، وبيتاخد لمرضى الرعايه المركزه وبنديه في السنترال لاين او القسطره الورديه المركزيه اللي بتركب في الرقبه. المحلول ده فيه منه 3 مقاسات بداية من 1026 ملي لتر إلى 2566 ملي لتر، يعني من 1 لتر ل 2 لتر ونص، وحسب حاجة المريض بنختار المقاس المناسب، لأن طبعا في التي بي إن أو التغذية المركزية دي المحلول ممكن يفضل شغال لمدة 24 ساعة في السنترال لاين بتاع المريض، وعشان كده لازم يبقى فيه منه أحجام كبيرة عشان ما يخلصش كل شوية. السموث كابفين بيتكون من 3 عناصر أساسية بيتقال عليها الماكرو نيترينتس، يعني مواد غذائية جزيئاتها كبيرة، والتلات مواد دول هما الديكستروز أو الجلوكوز السكر يعني، والليبيدز أو الدهون، والأمينو أسيدز زائد الإلكترولايت أو الأحماض الأمينية، وعليها الأملاح والمعادن بتاعة الجسم. وبيكون مكتوب على كل جزء من التلات أجزاء دول التحذيرات بتاعته، يعني هنلاقي أول جزء على الشمال مكتوب never use this board، يعني ما تستخدمش الجنب ده خالص. الجزء اللي في النص مكتوب عليه additive board، يعني لو عايزين نحط علاج على المحلول ده هندي العلاج من هنا. الجزء الأخير مكتوب عليه infusion board، يعني ده اللي هنحط فيه جهاز الوريد اللي هنوصله بالمريض. والقطعة دي سواء القطعة الزرقاء أو القطعة البيضاء بنشد القطعة اللي تحت وبنكسرها، وبيكون بعدها قطعة مطاطية بنبدأ ندخل فيها السن لو هنحط علاج على المحلول، أو ندخل جهاز الوريد في القطعة الزرقاء لو خلاص هندي المحلول للمريض. المحلول ده المفروض بيكون متكون من 3 اجزاء زي ما احنا عارفين. هتخلي عدلة الكلام قدام عينيك، هيبقى كده عندك الجزء اللي على الشمال لونه ابيض والاجزاء التانية اللي على اليمين شفافة. طيب بما اني كده عرفت الشكل الطبيعي بالنسبة للمحلول، يبقى لو في اي اختلاف عن اللي قلناه ده ما ينفعش استخدم المحلول. زي ايه؟ زي ان انت تلاقي الجزء اللي في النص ده لونه ابيض زي الجزء الشمال، ما ينفعش نستخدم المحلول وكده المحلول تالف، او انك تلاقي الجزئين اللي على اليمين لونهم اصفر ومش رايقين زي الطبيعي. بعد ما بتأكد ان المحلول طبيعي والوانه طبيعية، ببدأ افتح الكيس المغلف للمحلول. هلاقي عندي قطعة صغيرة زي دي، مكان القطع ده هبدأ من عنده هشد الكيس لحد الاخر، وبعدها هبدأ اكمل فتح الكيس واطلع المحلول بتاعي. دلوقتي بقى وصلنا للجزء المهم جدا، وهو ازاي نحضر المحلول ده وازاي التلات اجزاء دول هيختلطوا ببعض. هنشوف مع بعضنا فيديو دلوقتي هيوضح ده كله. هتحط المحلول قدامك على سطح مستوي وهتمسكه من ورا وتبدأ تلف فيه او تبرمه بالشكل ده لحد ما التلات اجزاء يبدأوا يدخلوا على بعض والحواجز اللي ما بينهم تنفجر. ولازم تتأكد ان الحواجز انفجرت وكل الاجزاء دخلت على بعضيها والمحلول كله بقى لونه ابيض. واهم حاجة الحاجزين اللي معمول عليهم بالخطوط الصفرة دول لازم تتأكد انهم انفجروا عشان المحلول ما يتحجزش في اي جزء من اجزاء العبوة اللي موجود فيها. لو في علاج هنحطه على المحلول هنجهزه في سرنجة ونحطه على المحلول ونبدأ نرج عشان نقلب العلاج كويس، وبعد كده هنجيب جهاز الوريد ونركبه في المكان بتاعه في الفتحة الزرقاء ونبدأ نعلقه على حامل المحاليل من الفتحة او الدائرة اللي موجودة فوق، ونبدأ نديه للمريض بكل بساطة. وما ننساش اهم حاجة ان احنا نديه للمريض في السنترال لاين مش في الكانولا، لان الاوردة الطرفية ما بتستحملش المحاليل وبيحصل لها التهاب على طول. وبكده نكون انتهينا من الحلقة بتاعتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استنونا الفيديو الجاي.